السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المهندس عيسى المعيدور مدير عام هيئة الصحة في دبي، دكتور إيريك روتنبرغ الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للمستشفيات، دكتور عبد السلام المدني المستشار الخاص للاتحاد الدولي للمستشفيات في منطقة الشرق الأوسط. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في حفل التخرج الرسمي على مستوى الدولة مخصص للعاملين في القطاع الصحي، وذلك بمشاركة 30 موظفاً من مختلف الفئات الوظيفية بهدف تعزيز معرفتهم والارتقاء بمهاراتهم وتفعيل قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل في مجال عملهم. في البداية يشرفنا دعوة سعادة المهندس عيسى المعيدور لإلقاء كلمته بهذه المناسبة، فليتفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني اليوم أن نلتقي في هذه الساعة لنحتفل بإنجاز كان بداية فكرة. كثير من الأعمال أو الجهود اللي بذلت، كان هناك تقريبا يومين برين ستورمينج استضفنا فيها الدكتور إيريك وما قصر يانا، وكان هناك إعداد كبير جدا للتحضير لهذا البرنامج، فلم يكن هذا البرنامج وليد الصدفة، ولكن ولله الحمد والشكر طبعا موصول لجميع من شارك في هذا البرنامج. نحن الآن بين يدينا تقريبا 30 مبادرة ممكن تطبق في هيئة الصحة ويكون لها أثر كبير جدا في رفع مستوى الخدمات اللي نقدمها. فالحمد لله تحقق الحلم، وهذا كله طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى جهودكم المشتركة. وهنيئكم على التخرج، وهنيئكم على أنكم عملتوا بجد، عملتوا بروح الفريق، فجميع المبادرات التي المشاريع يعني لم يكن هناك اجتياز لهذا البرنامج إلا بدراسة حالات وكيسز من الواقع، وعلى ضوءها تم تقييمها من قبل أساتذة طبعا مو موجودين بيننا اليوم. نحن طبعا بنحمل إيريك شكرهم الترانسليتيو ليتر. ففعلا هذه المبادرات اصبحت يعني مشاريع من الواقع قابله للتطبيق وليست نظريه فقط من اروقه الجامعات والكتب. فكل الشكر والتقدير لكم جميعا. والامور العظيمه تبدا فكره وتبدا صغيره، ولكن بوجود وجود الاخلاص، وجود الجديه، وجود روح الفريق، وجود التعاون، وجود الإيجابية في أخذ الأمور عملية مهمة جدا. فهذه بعض صفات القائد اللي نتمنى إن شاء الله، ونحن كنا نقتدي صاحب السمو الشيخ محمد اللي دائما يدعينا للإيجابية، يدعينا للجد، اجتهاد، العمل بروح الفريق. فالحياة هذه ليست كتاب وليست يعني أمور بسيطة دائما، يعني دائما هناك كثير من التحديات، ولكن الإنجاز ويعني النتائج الكبيرة جدا تقع خلف التحديات. فالتحديات هي عبارة عن مصادر إلهام للرقي بالعمل اللي نقدمه. فكل الشكر وكل التقدير لكم على حرصكم على إتمام البرنامج هذا، وإن شاء الله هذه باكورة قادة صحة المستقبل، وإن شاء الله يتكون هناك يعني أكثر من يعني تستمر المسيرة إن شاء الله في إعداد قادة صحة المستقبل. فلكم كل الشكر وبكم كل الفخر، إن شاء الله يكون لكم إن شاء إنجازات وإبداعات في مسيرة العمل الصحي في هيئة الصحة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة المدير العام على هذه الكلمة وعلى دعمه المحدود في هذا البرنامج والملتحقين به، حيث كان سعادته حريص كل الحرص على التواجد الدائم مع المنتسبين والمشاركين في هذا البرنامج، وهو من أطلق عليهم قادة المستقبل. كل الشكر لكم يا سعادة المدير العام. السادة الحضور، على مدار 9 أشهر لعب البرنامج دورا فعالا في تخريج الكفاءات القادرة على تحسين العمل والأداء في المنشآت والمراكز الصحية من خلال تزويدهم بالمهارات المتعلقة بأساسيات الإدارة والمعرفة اللازمة لتشغيل المراكز الصحية والمستشفيات بكفاءة عالية. وتضمن البرنامج العديد من المحاضرات والتمارين وحلقات النقاش ودراسات لحالات مختلفة بالإضافة إلى البحوث الشخصية. اليوم نسعى بتخريج 22 قائداً أنهم متطلبات البرنامج بنجاح،
يسعدنا دعوه الدكتور سهيل الركن ليلقي كلمه للخريجين فليتفضل. مشكورا. السلام عليكم. Good morning. I'm very happy to be this morning with you. As you can see, I'm coming from Geneva and it's freezing cold. I don't know if it's in my honor, but I'll try to warm up the atmosphere. Usually I don't write up my speeches, but today I wanted to make sure that I get through with a certain number of messages as we are completing this program. So we have gone together for a 12-month journey. We have started a year ago all together, about when we first met and we started with this journey with the opening ceremony. And a journey like this one was made possible only because of the involvement of four parties. And I really want to express my gratitude and thanks these four parties. First, I really want to honor His Excellency Almaydou DG from DHA for your visionary leadership and for engaging in a program for putting forward the management and leadership, knowing that top healthcare leaders rely on this solid management and leadership. That competency are coming from training, and that it is important that this training is not academical, but is professionally supported. And that's the reason why you have chosen to give this training to an international organization that is representing healthcare worldwide and that is coming from the organizations that are delivering healthcare. This program would not have been implemented if you were not, of course, supported by your staff. And I want to thank Mariam from the HRH department who has been behind that and always supporting the program. You always need to have, you know, people who are behind the scene that are, you know, always pushing and dragging. And she has done an excellent support without interfering in the program. So if there is any blame with the program, it's for us. She only takes the credit and we take the blame. The second party I really want to thank is Mr. Almadani, our special advisor in the region. This would not have been either possible without Mr. Almadani, because he has been, you know, the one that has facilitated, enabled many things. You may not have seen him that much, but you know, as a dedicated leader, he has done so much without putting himself at front, guided by the best interests of Dubai. And behind him, like any leaders, he has people. And I want to recognize here and acknowledge the tremendous work done by Pooja and the team that is around with Pooja, who has also made this possible. Without her and the team with her, we would not have been able to have such a smooth and effective program. The third party is you, the participants, because we could not do anything like that without an engagement, without a real participation of the people who really took the ownership of the learning. And this journey has been really possible because of that. The fourth party, of course, it is the faculty. And I really want to express the best regards from Thomas, Ken, and Alan, who would have been happy to be here, but you understand that it's not that easy to do international traveling. And they are so busy that we could not either connect through a video conferencing, which would have been possible with technology. But their spirit is with us today. And I'm speaking on their behalf and also on behalf of the IHF that I represent. Thank you, Dr. Ernst.